حسام حسن وابراهيم حسن عندهم حكايات كتيره جدا بفكره التوأم اللي في ملعب كره القدم. حسام حسن وابراهيم حسن كان المدربين ساعات ما بيعرفهمش من بعض، احنا كجماهير ما كناش بنعرفهم من بعض. هي الكره دلوقتي مع ابراهيم ولا الكره مع حسام؟ مين اللي بيحتفل، حسام ولا ابراهيم؟ كنا دايما بنتلخبط. في دلوقتي توأم في نادي سيدي سالم بكفر الشيخ، عندهم قصه حلوه، مصطفى ومحمد، واحد مدافع واحد مهاجم زي ابراهيم حسن، واحد مدافع واحد مهاجم. نروح نشوف تقرير لطيف لذيذ حلو هتستمتعوا بيه لمواقف الاثنين اللعيبه دول، وبعد كده هنستقبل الكابتن الكبير كابتن فتحي مبروك المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي. خليكم معانا. ايوه طول عمرنا مع بعض، عمرنا ما سيبنا بعض في اي نادي. انا بلعب صانع العاب وساعات مساك وساعات هاف ليفت، ساعات دي رؤية مدير فني مش بتاعتنا، بس الأغلبية يعني بنبدأ المباراة. أنا بلعب فروت صريح وساعات بلعب صانع ألعاب، ورؤية المدير الفني هي بقى اللي بتخلينا نلعب مع بعض، يا يعني نقعد واحد يقعد واحد يلعب عادي، يعني مش بتفرق، أهم حاجة رؤية المدير الفني. كتير حصل كتير، احنا يعني من أكتر الناس المرتبطين ببعض، يعني عمرنا ما سيبنا بعض في أي حاجة، ارتباط في الشغل في الكرة في الحياة. كنت من فترة قريبة كده بخطب، فمحمد قاعد قدام الباب، خطيبتي وهي ماشيه كده قدام الباب كانت بتحسبه هو، وهي ماشيه وسلمت عليها على انه انا. في موقف تاني حصل معانا، كنا في الثانويه العامه، كنا اول سنه نروح كنا لسه محاولين مدرسه، فمصطفى قابل مدرس على السلق فاتخانق معاه، فالمدرس ده جالي للحصه، كنت انا في فصل ومصطفى في فصل، فذنبني بقى وبيحسبني هو، فقال لي بغير الفصل ده وبتاع وعشان ايه ما هوش طايقني بقى. راح الفصل التاني لقى مصطفى كان بقى يتخانق معاه وبيحسبني انا بزوله وبتاع، ما يعرفش ان احنا اتنين بقى. وانا قعدت اقنعه انه مش انا اصلا اللي قابلته على السلم، فعرف بقى بعدين. كابتن حسام حسن مثل اعلى لاي حد في مجال الكوره، اذا كان فرويد ولا مدرب ولا اي حاجه في مجال الكوره، كابتن حسام والكابتن ابراهيم مثال حي لاي حد في الدنيا، اذا كان في الشغل او في الحياه عموما، ملتزمين في كل حاجه. ويعني الكابتن حسام دلوقتي في مجال التدريب عامل طفره كبيره، واي حد في مصر بيتمنى ان الكابتن حسام حسن يكون مدير فني للمنتخب. كابتن حسام وكابتن ابراهيم قدوه لينا من صغرنا، ونفسنا نبقى زيهم حتى في لعب الكوره او في مجال التدريب. هم قدوه لاي حد، واي حد دلوقتي بيتمنى ان هم يكونوا مدربين لمنتخب مصر، واحنا برضو من الناس دي اللي بنتمنى نشوفهم مدربين لمنتخبنا الوطني. عالميا كريستيانو رونالدو، محليا كان كابتن حسام غالي الكابتن. مثل الاعلى عالميا ليفاندوسكي نجم البايرن ميونخ، وفي مصر هنا ما فيش غير الكابتن عماد متعب. بتمنى ان انا اكون شخصيه مهمه في البلد عندنا، ان انا اساعد كل الناس، ما اسيبش حد غلبان في البلد عندنا. بتمنى ان انا لو الحظ ما جاليش وبقيت لعيب في الدوري الممتاز، ان انا اكون مدرب ان شاء الله في منتخب مصر. فبره الكوره وفي الحياه اتمنى ان انا اكون شخصيه عامه مهمه، واقدر اساعد الناس اللي محتاجه المساعده.